أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة تكررت بنفس المعنى في آيات أخرى. في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ما هي القصة؟ القصة باختصار أن الإنسان جاء الله تعالى به إلى الدنيا وميزه عن سائر المخلوقات بالاختيار، فهو الكائن الوحيد المكلف، وبناء على هذا التكليف سيحاسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولكي يتحقق الاختيار والتكليف، أعطى الله تعالى الإنسان الحرية في أن يقول ما شاء وأن يفعل ما شاء دون أن يحاسبه الله تعالى على شيء في هذه الدنيا، ولكن بعد ذلك يبعثه الله تبارك وتعالى ويحاسبه على ما قدمت يداه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك الإنسان بناء على هذا الاختيار ليس هناك ما يمنعه، تحمله قدماه إلى المسجد تمشي معه، تحمله قدماه إلى معصية تمشي معه، يقول لسانه صدقا وذكرا يطاوعه، يقول كذبا ونفاقا وشهادة زور لسانه يطاوعه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، المسألة في الدنيا عمل ولا حساب، وغدا حساب بلا عمل. في يوم القيامة يأتي الله تبارك وتعالى بهذه الأعضاء التي كانت تحت سلطاننا وسيطرتنا وهيمنتنا، وسخرها الله تبارك وتعالى لطاعتنا فيما نأمرها به أو ننهاها عنه. يأتي الله تعالى بهذه الأعضاء يوم القيامة ويشهدها على صاحبها إن فعل خيرا أو فعل شرا، ويدور حوار ذكرته سورة فصلت ما بين الإنسان وبين هذه الأعضاء. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وفي السنة تقول اليد: يا ربي أنا سرقت، وتقول العين: يا ربي أنا نظرت، ويقول الفرج: يا ربي وأنا زنيت. فيتوجه العبد باللوم إلى أعضائه ويقول: بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. ويتوجه باللوم إلى أعضائه أيضا كما ذكر القرآن: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. المشكلة عندنا إن إحنا ما حسبناش حساب لهذا اليوم، ما عملناش ترتيب إن في يوم من الأيام هتيجي أعضائنا اللي بنباشر بها الأعمال لتشهد لنا أو تشهد علينا. ولذلك الآية بعدها قالت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لقد حكى الله تبارك وتعالى لنا المشهد كاملا، ووضع أيدينا على ما سيجري بتفصيل دقيق، وعلينا أن نراقب الله تعالى في أقوالنا وفي أعمالنا، فلا ننطق إلا ونحسب حسابا لكلماتنا، ولا تتحرك أعضاؤنا بعمل
لنا أو علينا إلا ونفكر فيه، فإن كان لله أمضيناه وإن كان لغير الله تعالى أوقفناه. يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: ما نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي إلا ونظرت على طاعة الله أم على معصية الله، فإن كان على طاعة تقدمت وإن كان على معصية تأخرت. هذا هو الواجب الذي ينبغي على المسلم في ظل ما ذكره الله في كتابه من شهادة الأعضاء على صاحبها يوم القيامة أن يكون موقفه هكذا، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويزن عمله قبل أن يوزن عليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.